الرئيس التنفيذي لشركة بيسكايبية البريطانية جيمس ميردوخ يتنحى عن منصبه على خلفية قضايا التنصت غير القانوني على هواتف مجموعة من المشاهير التي اتهمت بها المؤسسة منذ الصيف الماضي. ومن المتوقع أن يلتحق جيمس ميردوخ بالمقر الرئيس لشركة نيوز انترناشونال في نيويورك، حيث ستتركز اهتماماته على جانب البث التلفزيوني لمحطاتها الاقتصادية وفق ما أشار إليه بيان صادر عن الشركة. يذكر أن قضية التنصت التي اتهمت بها شركة ميردوخ أسفرت عن إغلاق صحيفة نيوز اوف ذا وورلد، إحدى الصحف التابعة للشركة.